أهلا بكم. من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة، يتأخر الكثيرون في الذهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بها، ويرعب الكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر لها عندما تتعلق بأمراض خبيثة، البروستاتا. البروستاتا محدش كتير يعرف عنها حاجة، كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها، مش عارف أعراضها فين. البروستاتا من ناحية تشريحية يا جماعة لازم تعرفوا موقعها، لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي. طبعا الجهاز البولي احنا عارفين الكلى وعارفين الحالب وعارفين المثانة، تمام. انزل بقى كمان وادخل بالظبط ده مكانها تحت المثانة. البروستاتا تقع تحت المثانة مباشرة، والمثانة البولية ليها علاقة طبعا بالبروستاتا، لانه ويقع خلف البروستاتا الركتم اللي هو الركتم اللي هو المستقيم، ويخرج من البروستاتا من عمق البروستاتا. وطبعا في عضلات مهمة جدا تلعب دور مهم تحت البروستاتا. البروستاتا هذه الغدة الغريبة اللي مشاكلها قد تكون مثيرة جدا للاستغراب، وايضا اعراضها يعني اعراض مزعجه للغايه. هي غده مرضيه، او عندما تمرض ويحدث فيها مرض تضخم ورم، اعراض مزعجه للغايه قد تصل الى الفشل الكلوي. الورم فيها مشكله، لانه كان زمان اورام البروستاتا دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى، وكان المرضى بيترعبوا منها بشكل كبير، وكان يتأخر أحيانا أن المريض طبعا بسبب أن الأعراض فيك بالنسبة له، هو عنده شوية احتباس في البول، عنده مش عارف إيه، بيروح الحمام كتير، بيتلخبط أعراض تضخم البروستاتا مع أعراض سرطان البروستاتا. كلمة سرطان البروستاتا كلمة مرعبة لأي رجل، وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الأسرة بأورام البروستاتا. لان الرجال اللي مذاكرين شويه معلومات طبيه عارفين انه سرطان البروستاتا في نسبه او يعني الجينات والوراثه فيه تلعب دور كبير. طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر، يبقى لازم نكتشف مبكرا، والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب. النهارده اكيد هنمر بيه، النهارده في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، لانها بتتعلق بحاله مرضيه خطيره على الحياه، endanger patient life، ممكن تكون مميتة لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة. ضيف العزيز هو رائد قدير من رواد المسالك البولية، بيسعدنا وبيشرفنا جدا، ويعني احنا عندنا ميزة كبيرة جدا على مستوى الإعلام العربي كله انه ضيفي هو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن شاكر. نقدر نقول في 20 سنة الأخيرة تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن. المناظير لأنها كيان مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بالهندسة الطبية، فتطورت تطور كبير جدا. ابتدى يبقى التكنولوجيا تقدر إن احنا تخلينا نعمل عمليات مماثلة للعمليات الجراحية ومضاعفات أقل. كلمة الذكية هي مناظير فيها مرونة، فيها تكنولوجيا عالية، أدت إلى أن المناظير فعلا بقت أكثر قدرة، أسهل على الجراح، أسهل على المريض، قللت فقدان الدم. المسالك الناس ما تعرفش تترجم أعراضها، ولذلك المناظير أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديدة في المسالك البولية. مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية. الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة عين شمس، زميل جامعة تورونتو وماكجيل بكندا، عضو جمعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، عضو جمعية التحكم البولي الدولية. ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن شاكر، أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة تورنتو وماكيل بكندا، وعضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، الرائد الكبير في عالم المسالك. أهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا عايز أبدأ الأول بالموضوع المخيف، يعني أورام البروستاتا الخبيثة، هل هي منتشرة
هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا قلقانين من أول الحلقة كده؟ أنا نفسي قلقان. فعايزين نفهم البروستاتا. أورام البروستاتا الخبيثة هي أكثر الأورام انتشارا في الرجال. أكثر الأورام الخبيثة انتشارا في الرجال. أو خلينا نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر الأورام الخبيثة، هي من أكثر الأورام الخبيثة انتشارا في الرجال. وبقى في التوجه ان اورام البروستاتا الخبيثه في بلاد زينا كان بالنسبه لنا زمان قليله، ابتدى يبقى في توجه انها بتزيد. احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا او في المنطقه بتاعتنا، بس قد يكون بسبب تغير طبيعه الحياه. العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في اورام البروستاتا. في مصر كان بالنسبة لنا أورام البروستاتا قليلة، لكن في آخر 10 سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاع حياتنا ابتدت تنتشر بطريقة كبيرة. هي بتحصل في سن فوق سن 50 سنة عادة، قليل جدا ما تحصل قبل سن 50 سنة في الأربعينات، لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد. كثير جدا من الأورام ديت بتعدي في حياة البني آدم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها، والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورم بروستاتا. وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين. فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مقلق بسبب زيادة نسبته. وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن 50 سنة. عايز يعني طبقا لكلاسيكياتنا احنا في الانترنال ميديسين اسال حضرتك عن الاسباب، يعني هل في حاجه الراجل بيعملها؟ هل هي المساله وراثيه بحته؟ كلام يعني طبي شويه يخص البطن اكتر من الجراحه. هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظة ايه اللي بيسبب اورام البروستاتا، ما نعرفش كمان مسببات ليه، يعني مثلا اورام المثانة احنا عارفين مثلا التلوث التدخين بسبب اورام المثانة، لكن البروستاتا ما نعرفش الكلام ده. لكن نعرف انه طبيعة الحياة او الستايل بتاع الحياة مؤثر جدا. يعني مثلا في العالم الغربي زي ما انا قلت عندهم نسبه الاصابه بسرطان البروستاتا اكتر كتير جدا من الشرق الاوسط. فري سيكشوال لايف ما اقدرش، احنا مش عارفين الصراحه. لكن مثلا يعني اليابانيين مثلا عندهم تقريبا الورم دوت يكاد يكون منعدم. اليابانيين اللي هاجروا لامريكا جالهم جدا، فهو اكيد هو مرتبط بطريقه المعيشه. ف احنا في مصر لان احنا ابتدت في اخر 20 سنة ابتدينا نتشبه جدا بالغرب في طريقه معاشتنا، فابتدت يحصل ان عدد الاورام دي تزيد. فاحنا حقيقه ما نعرفش ايه المسببات، لكن نعرف ان هو ستايل الحياه بيؤثر جدا في حدوثه. الوراثه ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثه ليها دور غير في الناس الافارقه اللي هاجروا امريكا. يعني الافارقه اللي هاجروا امريكا لقينا ان أورام البروستاتا الخبيثة منتشرة في عائلات. فمعنى كده إن أكيد ليه تأثير، إن في تغييرات جينية بتحصل، إن في تأثير وراثي، لكن ما هوش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتيرة أو في مثلا الجنس القوقازي. فهو يعني ما أقدرش أقول 100% لو حد والده حصل له يبقى هيحصل له، لكن هو على الاقل اللي هم الافارقه اللي هاجروا امريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده. في واحده من اهم نقاط الحلقه النهارده لانه دي تهمنا جدا، ازاي نكتشف اورام البروستاتا بشكل مبكر؟ الصراحه ده سؤال مهم جدا وللاسف الاجابه عليه هتحبط ناس كتير جدا. اورام البروستاتا الخبيثه ملهاش اي اعراض. يعني الناس اللي هي بتتكلم عن البول بيبقى ضعيف، بيقوم النوم كتير بالليل، التقطع في البول ده ملهوش علاقه باورام البروستاتا الخبيثه، ده ليه علاقه بالتضخم الحميد البروستاتا اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقه باورام البروستاتا الخبيثه. بقول تاني وبكررها، اورام البروستاتا الخبيثه ملهاش اي اعراض الا لما تتقدم جدا. طب نعرفها ازاي؟ بالفحص الدوري. الفحص الدوري عند الدكتور مفروض احنا بعد سن 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري ان الدكتور يروح مرة كل المريض يروح مرة كل سنة للدكتور.
الدكتور بيطلب له حاجه من دلالات الاورام اللي هي اسمها بي اس اي. البي اس اي ده هي بتقول لنا اذا كان المريض ده محتاج حاجه اكتر من كده ولا لا، اكتر من مجرد دلالات الاورام دي ولا لا. لو البي اس اي طلع مرتفع، كنا زمان وحتى هذه اللحظه كثير جدا من زماننا لسه بيعملوا الحكايه دي، بي اس اي مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البروستاتا. للاسف الكلام ده هو تغير جدا. الجهاز اللي فات ده كان جهاز رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي دلوقتي بقينا بنستخدمه استخدام كثير جدا وبقوه في تشخيص اورام البروستاتا مبكرا. يعني مش اي واحد البي اس اي بتاعه مرتفع اخد له عينات، لا، ده انا بروح بعمل له الاول رنين مغناطيسي، ونوع معين جدا من انواع الرنين المغناطيسي اللي هو اسمه مالتي باراميتريك ام ار اي، وللاسف انتشاره محدود جدا لانه محتاج خبرات طويله جدا من زمايلنا دكاتره الاشعه. عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفوا يورو كويس قليلين جدا، وفي العالم كله مش في مصر بس. بعد كده بقينا المريض اللي هو بيتشخص او الام ار اي بيقول لي اه والله ده في هنا في بؤره لازم تخاف منها، بنبتدي ناخد له عينات. كان زمان العينات دي عشوائيه، دلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز الترا ساوند او جهاز موجات فوق صوتيه، بس الجهاز ده فيه حاجه اسمها اندماج الموجات الفوق صوتيه مع الرنين المغناطيسي. يعني باخد السي دي بتاع الرنين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده، فلما دكتور الالترا ساوند يشتغل الجهاز بيقول له خد عينه من الحته دي. ورم البروستاتا ده بيبقى جزء صغير جدا من البروستاتا، يعني لو الاوضه ديت كلها اعتبرناها البروستاتا، ورم البروستاتا ممكن يبقى قد الكوبايه دهيت. فلو انا اخدت عينات عشوائيه ممكن المريض جدا يكون عنده ورم خبيث وانا ما عرفتش اجيبه. بالتقنيه الحديثه دهيت خلتني اقدر اخد العينات. فبعد ما بشوف الكلام دهوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطهم فوق بعض، فدكتور الالترا ساوند بيقدر يقول انا هاخد من الحته دي بالظبط. وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت 10-12% بقت 90%. يعني دي الصورة وهي مدمجة. لو بصينا على الصورة اللي تحت اليمين دي بتقول له بالظبط ياخد خد من الحتة في الحتة دي بالظبط. هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال، هي دي المنطقة اللي انت خايف منها، هي دي المنطقة اللي انت تشوفها. المنطقة دي هي ما كانتش تبان في الالترا ساوند لوحده، عشان كده كنا بناخد عينات عشوائيه. دلوقتي لما بندمج الصورتين مع بعض بيقول لنا المنطقه دي هي بالظبط، وبيعلمها بدقه شديده جدا، وشوف الابره وهي داخله بتاخد العينه من المنطقه بالظبط. عشان كده بقى الناس بدل ما ناخد عينات ونقول انت ما فاكش حاجه، والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد له عينات تالت ورابع وخامس وانا قلقان من الحكايه دي، لا، دلوقتي بجيبه مره واحده بناخد العينات بتبقى نسبه التشخيص عاليه جدا. عظيم. يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي ده اول خطوه، بعد كده الام ار اي، بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الام ار اي الرنين المغناطيسي بالالترا ساوند الذي يحدد بدقه انا داخل اخد العينه منين بالظبط. دي حاجه رائعه موجود عندنا. موجود عندنا ما شاء الله. لا دي حاجه عظيمه جدا. طيب ايه الاساليب الحديثه دلوقتي في العلاج؟ اللي حصل ده في الالترا ساوند والام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي غير مفاهيم العلاج تماما. احنا كان عندنا كل العيانين دهما كنا كلهم لازم نعمل لهم استئصال جذري للبروستاتا لو كان الورم لسه في البروستاتا، لو كان منتشر في جسمه نعمل له علاج هرموني او علاج هرموني مع اشعاعي حسب او في مراحل متاخره او علاج كيماوي. لا دلوقتي بقى الموضوع غير كده، نفهم ان اورام البروستاتا دي مش لازم تبقى في البروستاتا كلها، دي ممكن تبقى في بؤره واحده. فعشان كده ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفه. طب لو هي بؤره صغيره، لو بؤره قد الكوبايه دي في الاوضه دي كلها، انا احرق الاوضه كلها ليه؟ او اكسر الاوضه كلها ليه؟ ما احرق الحته دي بس. فابتدى يطلع علاجات جديده، حاجه اسمها العلاج البؤري او العلاج الموضعي، ان المنطقه دي بس هي اللي خلص عليها. وهو ده بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصوره قبل كده. العلاج الموضعي او البؤري ده الكرتون ده بيوريك ان هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجه خالص. ده انا شايف البروستاتا كويس جدا، ده اللي جهاز الالترا ساوند وهو داخل عن طريق الشرج بيشوف البروستاتا بيقول له بالظبط ياخد العينات منين، او اسف بيقول له عالج انهي حته بالظبط، معتمد على العينات قبل كده. في اللي عليها السهم دوت اللي في الحته اليمين دي اللي الليزر، وهو داخل في الحته المعينه دي بالظبط عشان يخلص عليها. طبعا
دي العلاج في اوضه العمليات. المريض لا فيه فتح ولا اي حاجه خالص. الجهاز احنا حددنا مكان البؤره بالظبط، هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالترا ساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال، ودي عباره عن نوع الاجهزه وهي داخله على الورم بالذات، تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما. دي الصور اللي احنا بنشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالترا ساوند والفيوجن او الام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي، ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالظبط. يعني هي دي الحته اللي هشتغل فيها، ودي الحته اللي احط فيها الليزر بتاعي او الراديو فريكونسي او الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اخلص الحته دي بالظبط. ما بوصل البروستاتا كلها، ما عيرتش عيان لعمليه كبيره جدا، طالما ان العيان عنده بؤره واحده فالبؤره دهيت بقى اقدر ان انا اخلص عليها. زي ما انت شايف اوضه العمليات رغم ان هي عمليه بسيطه جدا، العيان بيخرج في نفس اليوم، يوميها بالليل بيبقى قاعد في بيته، ولكن التجهيزات بتاعتها مرتفعه جدا. التجهيزات ديت عشان اقدر اوصل للبؤره دي وما غلطش واسيب بؤره تانية، او ما غلطش ان انا اعالج حته مختلفه خالص. لوكاليزيشن يعني ده العلاج الذكي ده، هو مش يعني ده علاج، هو اسمه علاج البؤري لكن جاي من بؤرة يعني. أيوة. لكن انا شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه تعالى العلاج الذكي. صحيح. يعني ده ذكي جدا، بيدخل على المكان اللي فيه الورم بالظبط كده. هو بياخد البؤرة دي بالذات، ويعني زي ما احنا شايفين هنا اهو دلوقتي، هنلاقيه هو دمج الصورتين، بعدين دخل اهو بالمكان، حط الليزر بالظبط في المكان اللي هيشتغل فيه، اللي هو معلمه من الاول. استاذ دكتور حسن شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس وزميل جامعه تورنتو ماكلبي، كانت عضو جامعه جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه والمؤسس المستشفى شاكر، طبعا المستشفى الشهير، كان ضيفي فيه الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.